يا جماعة هذول أكثر من 15 شهيد مجهولين الهوية، أكثر من 15 شهيد ما حد من عائلهم متعرف عليهم لحد الآن، لهم أكثر من 10 أيام في الثلاجات، الحين عم بصلى عليهم حتى يدفنوهم في مقبرة جماعية كلهم يعني في قبر واحد، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. لم يتم التعرف عليهم حتى هذه اللحظة، فحان وقت دفنهم إن شاء الله تعالى بشكل جماعي في قبر جماعي. 15 جثة.